بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ما يخفلكمش بلي تنقلنا لمدينة الشرف هنايا، والمقابلة يعني تكتسي طابع تاع 6 نقاط، لأنه الخصمين الفريقين يعني راهم على بعد نقطة واحدة. نظن يعني حضرنا المقابلة كما ينبغي، ودخلنا يعني دخول كان يعني جيد، خاصة في 15 دقيقة الأولى، وإن استطعنا بس نسجلوا الهدف، وكنا قادرين أيضا نضيفوا هدف ثاني. لكن يعني نقدر نقولوا سذاجه تاع بعض اللاعبين تاعنا اللي يتلقاو يعني مدوا هديتين لفريق شلف، وين سجلوا علينا هدفين يعني في الشوط الاول، اللي كانت اللي نقدر نقولوا كان قادر يخرج يعني الشوط الاول يعني متعادل. لكن يعني الهدايا اللي قدمناهم يعني لا تغتفر وغير مقبوله يعني في هذا الظرف، خاصه الظرف تاع الفريق اللي محتاج لكل نقطه، خاصة يعني مع فريق خصم مباشر يعني في الترتيب. في الشوط الثاني يعني عدلنا بعض الأوتار يعني، خاصة يعني من ناحية تكتيكية، وطلبنا من اللاعبين تاعنا نعاودوا نطلعوا البلوك تاعنا، وين شفتوا يعني لعبنا براتيكمون لا دوزيام ميتو، لعبناها في منطقة الخصم يعني حوالي 45 دقيقة كامل، وحنا نحاولوا باش نعدلوا النتيجة. اصطدمنا أمام يعني فريق يعني تتراجع شوية للوراء، يعني زادوا اقحموا يعني لاعبين في وسط الميدان يعني باش يغلقوا الثغرات، وزادوا ايضا لاعب مدافع ثالث في محور الدفاع. لكن العزيمه والاراده نتاعنا، وين يعني ايضا اقتحمنا دخلنا لاعبين اللي كانوا يعني عندهم خاصه يعني السرعه والاندفاع البدني. نظن يعني كما شفتوا يعني تعديل النتيجه يعني كان مستحق في الشوط الاول، نظرا للضغط الكبير يعني اللي مارسناه على جمعيه شلف يعني في الشوط الثاني. نظن يعني مقابله 2-2 تسجل هدفين يعني خارج الديار، نورمالمون نفوزوا، نورمالمون فريق اللي سجل هدفين يعني خارج الديار يعني نورمالمون يعود بثلاث نقاط. لكن الحمد لله يعني اللاعبين مشكورين المجهودات اللي بذلوها، وان شاء الله نتمنى حظ اوفر لجمعيه شلف يعني في باقي الجولات.